بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 35 من سلسلة دروس شرح مختصر القدوري رحمه الله، وذلك ضمن أنشطة الموسم الثاني في برنامج إعداد طالب علم مميز في مركزنا مركز إحياء علوم الدين، ووصلنا إلى كتاب الجنايات. المراد بالجنايات يعني هو الجرائم يعني، أو الجنح، طبعا تتدرج من دنيا إلى عليا. هنا المراد بها التعدي الذي يحصل بالكسر أو الجرح على النفس البشرية أو على ما دون النفس، يعني كالأطراف والرأس والجسد وهكذا، يعني كل تعدي بسلاح أو بغيره على النفس البشرية كاملة، يعني بإزهاق الروح أو دون ذلك بإصابات معينة، فهذا هو المراد بالجنايات. نعم، الآن المحاكم تطلق كلمة جنايات على كبرى الجرائم، يعني يبدأ مثل جنح، يعني جنح هي الجرائم البسيطة، أو قبل الجنح والمخالفات، المخالفات لا تعد جرائم، المخالفة المرور وكذا لا تعد جرائم، جنح يعني الحاجات البسيطة، الجنايات هي المرتفعة وتكون أحكام قضائية شديدة فيها غالبا أو عادة. أما في الفقه الإسلامي لا، الباب أوسع، فكلمة جنايات فقط إصابة النفس البشرية، إصابة النفس البشرية كاملا أو دون ذلك، كما سيأتي على التفصيل الذي نقرأه إن شاء الله بإذن الله. قال رحمه الله: كتاب الجنايات، القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب. إذن هذه أنواع القتل الموجودة، خمسة أوجه سيشرحها الشيخ واحدا واحدا. قال: فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار. إذن هذا هو القتل العمد العدوان، لابد من ركن التعمد، وهو هذا يسمونه في علم القانون، في علم القانون الركن المعنوي. الجريمة لابد لها من ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المعنوي هو القصد، وجود نية الإجرام، وهو العمد العدوان، قتله عامدا متعديا. هذا إذن الركن المادي في القتل العمد. الركن المعنوي، الركن المادي هو أن يضربه بسلاح أو ما أجري مجراه، وهو الذي يمزق يفرق السلاح، معروف السيف السكين الخنجر المسدس البندقية المدفع، كل السلاح أو ما أجري مجراه في تفريق الأجزاء، يمزق الجسد كالمحدد من الخشب والحجر والنار. محدد من الخشب والحجر والنار، أحيانا لا يكون يعني من يعني المعدن، يعني في بلاد معينة مثل أندونيسيا، وهذه البلاد التي هي يكثر فيها البامبو، عندهم أنواع من السلاح شديدة جدا وقاتلة، ولا يستخدم فيها الحديد أصلا، يعني يضع هكذا نوع من النبل، أنواع من أعشاب ويحددها ثم ينفخها بفمه في قناة من البامبو، فهذا سلاح يقتل نعم. إذن كالمحدد من الخشب والحجر والنار، حجارة أيضا صممت بطريقة معينة بحيث تقتل، والنار هكذا معروف. وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء. ماذا يجب عليه القاتل عمد العدوان؟ أولا يأثم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره. والقود العقوبة، وهي القصاص هنا، إلا أن يعفو الأولياء. إذا عفى الأولياء فهذا يسقط عقابه.
وهذا في القتل العمد العدوان. قال ولا كفارة فيه، ليس عندي صيامة صيام شهرين متتابعين مثلا أو فك رقبة، طبعا فك رقبة على الترتيب الذي ذكر ليس عندنا في قتل العمد هذا، جاءت نصا في قتل الخطأ فنلتزم بالنص. تعلمون الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد كما درسنا في الأصول. وشبه العمد عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا أجري مجرى السلاح، ليس سلاحا ولا أجري مجرى السلاح، يعني لو ضربت إنسان على رأسي بهذا الكأس، بهذا الكأس هذا ليس سلاحا ولا يقتل عادة، لكن لو كسرت الكأس مثلا ها وحولته إلى سكين هكذا من زجاج هذا صار قتل عمد، لأن هذه الزجاج المحدد الذي يفرق، لأنه هذا الضرب بالكأس يعني ربما يؤذيه لكن لا يقتله عادة وغالبا، ضربناه بهذا فمات، فيسمونه هذا ماذا؟ يسمونه قتل شبه العمد عند أبي حنيفة، أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا أجري مجرى السلاح، ليس مصنفا في السلاح هذا. لذلك إذا وجدوها معك في الحواجز يسمحون لك بإدخالها. نعم. وقال أبو يوسف إذا ومحمد إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد. عند الصاحبين خشب كبير أو عمود كبير، هذا يعني ليس عادة مستخدم في السلاح، لكن هذا يقتل. عند الصاحبين هذا عمد ليس شبه عمد. وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا، فإذا الذي لا يقتل غالبا هو شبه العمد. وموجب ذلك على القولين المأثم والكفارة، ماذا يجب في قتل شبه العمد؟ المأثم يعني يأثم عند الله سبحانه وتعالى لأنه عمد إلى ضربه ولم يعمد إلى قتله، يقول الله لما قصدت قتله، ضربته بهذا لكن ما قصدت قتله، تمام، فهنا ضربته أنت متعد بضربه وإن لم تقصد، فالركن المادي موجود وإن كان الركن المعنوي غير موجود. ماذا يجب عليه على قول الصاحبين والإمام؟ المأثم يأثم عند الله أنه قتل، والكفارة نعم سيأتي كفارة تفصيلا لا تعجل. ولا قود فيه، وفيه دية مغلظة على العاقلة، لا قود فيه ليس فيه قصاص، وفيه دية مغلظة على العاقلة، سنأتي بعد ذلك على الدية وعلى العاقلة. العاقلة يعني عشيرته وكذا، يعني عصبته، هؤلاء وأقرباؤه هم عاقلة، فهؤلاء يعني يشتركون معه في قضية الدية، يعني مال يدفع، سيأتي تفصيله إن شاء الله بإذن الله. لكن هنا في حالة شبه العمد القود الدية على العاقلة. قال والخطأ على وجهين، الآن انتقلنا إلى قتل الخطأ، والخطأ على وجهين، خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي، هنا الركن المعنوي غير موجود، ما قصده إنما قصد طيرا فأطلق الرصاص فبان أنه إنسان، فإذا الركن المادي موجود لكن المعنوي غير موجود. وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا، الآن الخطأ ما كنت قاصدا الضرب ولا كذا، إنما غرض هدف، في التركي وفي الفارس يقول نيشان، بعض العرب يقول هذا، فأنا أطلق لا ما قصدت، ما سددت نحو السواد الذي ظننته حيوانا، لا أنا أقصد الغرض هدف، فأصبت بهذا الإطلاق آدمي، فالخطأ في فعلي نعم كلاهما قتل خطأ. وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة، الكفارة والدية على العاقلة، ولا مأثم فيه. لماذا لا مأثم فيه؟ لأنه لا يوجد أصلا نية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالنيات.
وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ، هذا أجري مجرى الخطأ، ما قصده؟ امرأة نامت على طفل، ويحصل كثيرا خاصة في الزمان الماضي، يعني ولذلك يخصصون السر خاصة للأطفال من أجل هذا. هذا انقلبت امرأة على طفلها الصغير الرضيع هذا فلم يتحمل فمات. فهنا هذا النائم ليس من لا ليس له إرادة، فهذا يقال أجري مجرى الخطأ، لا يوجد أصلا لا قصد ولا فعل، غاية ما في الأمر أن بحركته هذه تسبب في موته، فحكمه هذا حكم الخطأ. نعم. وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقل ولا كفارة فيه. الآن يسمى القتل بسبب يحفر بئرا ليشرب الناس منها، ليس من أجل القتل، فوقع فيها إنسان، وقعت فيها سيارة فمات من كان فيها مثلا، أو وضع الحجر في غير ملكه، في ملكي أنا ما أحد يتدخل في ملكي، الآن ملكي في ملكي هذا أفعل ما أشاء، وضع الأحجار في ملكي فجاء إنسان وسقط بسببها فمات، فهذا موجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة. نعم. ولا كفارة فيه لأنه لا يوجد مباشرة، إنما يوجد تسبب. نعم. ولا كفارة فيه. قال والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا، ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد والعبد بالحر والعبد بالعبد. الحنفية متشددون في هذا الباب جدا، فيرون تطبيق قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فينظر إلى النفس البشرية ولا ينظر إلى هذا حر أو عبد أو هكذا. فكل إذن متى قال بقتل كل محقون الدم؟ ما معنى محقون الدم؟ العبد محقون الدم، الذمي محقون الدم، لم يقل بقتل مسلم ذمي، لو يهودي أو نصراني قتلته قاصدا عامدا. إذا قتل عمدا قال ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد والعبد بالحر والعبد بالعبد والمسلم بالذمي، المسلم يقتل بالذمي لأنها نفس. نعم. هذا في مذهب الحنفية بالذات، ولا يقتل يعني مذهب حضاري هنا يعني في هذا الباب نظر إلى الإنسانية. أحدهم يكتب لي الحنفية سابقون لعصرهم في حقوق الإنسان، والله هذه حقوق الإنسان بلاء مبين، لو كان في حقوق الإنسان لحكموها في الفلسطينيين المساكين منذ 10 أشهر، يضربون بأنواع الدمار الشامل ولا أحد يحرك ساكنة، فهذا خديعة حقوق الإنسان الأبيض الأوروبي، سامحوني إذا في أحد منكم أبيض أوروبي، أيضا بيض لكن لسنا أوروبيين، فحقوق الإنسان هذه الأبيض الأوروبي فقط محقون الدم يعني لا يجوز أن يزهق دمه، الإنسان مثلا محكوم عليه بالقتل فأتيت أنت يعني هو قتل لك مثلا أو بينك وبينه يعني لا تحبه وارتكب جريمة مثلا وأنت هكذا محتاج منه جدا فأطلقت عليه الرصاص، هو ليس محقون الدم، هذا ليس محقون الدم، ولكنك قد افتأت على الإمام فهنا يعاقبك تعزيرا، يدخلك السجن، كيف تطلق الرصاص على شخص نحن ننفل، ما علاقتك بهذا مثلا قال ولا يقتل المسلم بالمستأمن، المستأمن هو حربي دخل بعقد أمان ليس ذميا هذا، فلا يقتل المسلم به، يوجد شبهة كبيرة جدا هنا. ويقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن، يعني نفس ما دام وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس، فالرجل يقتل المرأة
كبير بالصغير، صحيح بالأعمى، والزمن أيضا. ولا يقتد الرجل بابنه ولا بعبده ولا بمدبره ولا بمكاتبه ولا بعبد ولده، هؤلاء لا يقتد الرجل بهم. الابن يقولون كان سببا في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه، يعني الأب كان سببا في إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا في إعدام الأب. ولا بعبده ولا بمدبره، يقولون لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص ولا لولده عليه. فإذا هؤلاء طبعا ليس، إذا قلنا لا يقتل أو لا يحاد، أكرر مرات كثيرة، ليس معناه يذهب إلى بيتهم آمنا مطمئنا، يعني يمكن القاضي أن يحكمه بعقوبة تعزيرية. فافهموا الفقه الإسلامي، يعني هذا الذي تعترض أنه لا يقتلونه بالعبد والمدبر، تمام، لكن ليس يعني ممكن القاضي أن يحكمه ب10 سنوات سجن، 15 سنة كما تفعلون أنتم في قوانينكم الوضعية، ليس أنتم أيها المعترضون. نعم. ومن ورث قصاصا على أبيه سقط وعليه الدية. ورث قصاصا، الأصل القصاص على أبيه، سقط لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله، وعليه الدية. هذه الحقوق المعنوية عند الحنفية لا تورث، هذه الحقوق القصاص، القذف يعني مثلا، فهذا إذن هنا ورث القصاص، والقصاص على أبيه سقط، يتحول بعد ذلك إلى البديل وهو الدية. نعم. ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف. السيف مراد به السلاح هنا، انتبه جيدا، كما نص عليه علماء الحنفية، فالمراد بالسيف السلاح. نعم، يعني لا أفرض حتقول قصاص مثلا، القصاص هناك طبعا خلاف بين الفقهاء كيف يطبق القصاص. يعني مثلا رجل أحرق إنسانا بالنار، فهل نحرقه بالنار مثلا؟ هنا هذه المسألة. أو ضرب إنسانا بحجر فقتله، هل نضربه بحجر؟ أو زنى بامرأة اغتصبها فماتت، فماذا نفعل فيه يعني؟ هناك من الفقهاء من يقول يعني يعاقب بعقوبة مشابهة، مثلا ما يمكن استيفاءه يستوفى منه، وما لا يمكن يعني يوضع مثلا ما هذه الأشياء التي مثل ما يسمى الخازوق ونحو ذلك في المغتصب، يعني حتى يكون في نوع من التنكيل، يعني لأنه فعل هذه الجريمة الشنعاء. هناك من يفعل هذا، الحنفي يقول لا، القتل بالسلاح، استيفاء القصاص يكون بالسلاح. نعم. وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص. قتل المكاتب عمدا، هناك شخص قاتل عبدك المكاتب عامدا، وهذا العبد ليس له وارث إلا مولاه، المولى هو الوارث لأن هذا المال سيؤول إليه، وترك وفاء فله القصاص، القصاص لمولاه. فإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى. هنا ترك وفاء يفي بالدين، ووارثه آخر غير المولى، فلا قصاص لهم للورثة وإن اجتمعوا مع المولى، لأن هنا يقول قد اشتبه من له الحق، فلا نعلم حق القصاص يكون لمن. فهذا مولى إن مات عبدا، المولى إن مات عبدا، والوارث إن مات حرا، والصحابة أنفسهم قد اختلفوا في هذا، وهذا الباب انتبهوا جيدا، في أشياء قد تكون غير مقنعة لبعضكم، أو يقول لماذا فرقوا بين هذا وهذا. العمدة في هذا الباب على الآثار، يعني آثار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فأفتى بها العلماء. قال وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن. عبد مرهون،
القصاص لا بد من اجتماع الطرفين من أجل استيفاء حقهما. المرتهن لا يملكه، والراهن يملكه لكنه الآن محبوس من أجل وفاء الدين. نعم، حتى لا يبطل حق واحد منهما فلا بد أن يجتمع. إذا أسقط واحد منهما من عليه الحق حقه فليكن برضاه. قال: ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص. جرحت إنسانا فبقي في فراش مريضا أو بقي في المستشفى يعالج من عملية إلى عملية إلى كذا، ولو بقي فترة من الزمن، فهذا مات بسبب جرحك، عليك القصاص. ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده. الآن انتقل من النفس إلى الأعضاء، قطع يد إنسان من المفصل تقطع يده كذلك، وكذلك الرجل. ومارن الأنف والأذن، مارن يعني هذا المرن، القسم المرن للأنف إذا قطعه أيضا يقطع أنفه، والأذن كذلك. يعني قالون استيفاء قصاص سهل. ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه، ضربه ولكن هذه الضربة أدت إلى قلع العين. انتبه، ضربه هنا يعني ليس المراد به قلع عينه، إنما ضربه فأدت الضربة إلى قلع عينه، فلا قصاص، لكن الدية موجودة ثابتة بلا شك. نعم، والعين كما سيأتي يعني دية عالية جدا، نصف الدية تقريبا، نصف الدية ليس تقريبا. وإن كانت قائمة فذهب ضوءها فعليه القصاص. العين قائمة موجودة لكن ذهب ضوءها فعليه القصاص. يعني كان يستوفى في الزمان الماضي، يقول إيش يعني، تحمى له نار، تحمى له المرآة، ويجعل على وجهه قطن رطب، وتقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها. يعني الآن بعملية جراحية يمكن هذا، يعني يمكن عملية بسيطة، يعني يمكن بعملية جراحية يعني قصاصا إذا طالب من له الحق. أما إذا أسقط حقه يأخذ الدية ما قبل، يقول أثبت عين تذهب عينك، من حقه ذلك. وفي السن القصاص، السن معروف يعني طبيب الأسنان يستطيع أن يستوفي هذا. وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص. انتبهوا القاعدة قد نحتاج إليها بعد قليل، انتبهوا إليها جيدا. كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص، يعني إذا شققت بطن إنسان أو ظهر إنسان، لكن نستطيع في هذه الشجة أن نأتي بمثلها ففيها القصاص. لأن سددت حالات في زمانهم ما كانوا يستطيعون استيفاءها، فيقول هنا سقط القصاص بناء على قاعدتهم. الذي أفهمه من المذهب أنا أن هذا يمكن للطبيب الجراح إذا كان يأتي بنفس الشجة يمكن له أن يفعل ذلك. ولا قصاص في عظم إلا في السن، لا قصاص في العظم إلا في السن، يعني إذا كسرت عظم إنسان يجبر وعليك يعني عقاب بلا شك، نعم، لكن لا يقتص منك، نعم، إلا في السن، نعم. وليس فيما دون النفس شبه عمد، وإنما هو عمد أو خطأ. هذه قاعدة أخرى، التفريق الذي ذكرناه في البداية عمد وشبه عمد وكذا، هذا ليس في هذا، فقط في النفس إذا قتلت إنسانا. أما إذا كان دون النفس فهذا كله إما عمد وإما خطأ. ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، في النفس قتل امرأة يقتل، فيما دون النفس عليه هنا ما دام قلنا لا يوجد قصاص نتحول إلى الدية، و يعني إذا كان عاقبه القاضي عزره له ذلك أن يسجنه وهكذا. نعم، يقول: لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فيلعدم التماثل في القيمة. نعم، يعني في الزمان الماضي ولا سيما في الآلات وفي العمل، الرجل يعني يتعب أكثر وعليه يعني زنده وعمله، ليس كعمل المرأة الذي يكون أضعف فيتحول بعد ذلك إلى ديتها. ولا حر بين ولا بين الحر والعبد، ولا بين العبدين، ولا بين الحر والعبد، ولا بين العبدين. نعم،
لأن العبد قلنا مال، فإذا يمكن استيفاؤه في هذا. لا أتكلم عن الإثم ولا أتكلم عن العقوبة الأخرى، أتكلم عن القصاص، حكم خاص. ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر، طبعا كافر الذمي ليس الكافر الحربي، حربي بلاش كله هدر. ومن قطع بلاش يعني بلا شيء، ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه، وعليه الدية في ماله دون العاقلة. قطعها من نصف الساعد أو جرحه جائفة، يعني تجويف، وكن جائفة مأخوذة من التجويف، وهي يعني السكين تصل إلى الجوف أو الآلة الحادة وصل إلى جوفه، ثم برئ فلا قصاص عليه، لا يوجد قصاص، لا نقص منه، لكن عليه الدية في ماله دون العاقلة، يدفع الدية التي ستأتي إن شاء الله. وكذلك كل جناية سقط القصاص فيها لشبهة، هذه قاعدة، كل جناية سقط فيها القصاص لشبهة نتحول بعد ذلك إلى الدية. وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار. ما من العاقلة ستأتي لكن أقولها بإيجاز. العاقلة يعني مراد به العائلة، العصبة الذين يساعدونه، يعني أبناء عمومته وأقرباؤه وكذا، هؤلاء يعني سنتي على لا نتعجل. وكذلك كل جناية سقط ذكرنا هذا. وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار، إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها، وإن شاء أخذ الأرش كاملا. يعني إنسان يده شلة أو معيبة يعني قيمتها أقل، لا يستفيد من الاستفادة الكبيرة التي تستفيد أنت بيدك، فجاء فقطع يدك السليمة، فأنت بالخيار إما أن تقطع يده أو تأخذ دية اليد، وإن شاء أخذ الأرش كاملا. ومن شج رجلا الأرش القيمة المبلغ المالي الذي سأخذه مقابل هذا الأمر، وسنأتي عليه إن شاء الله. نعم، على تفصيل هذا. طيب. ومن شج رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار، إن شاء اختص بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء، وإن شاء أخذ الأرش. الآن شج رأس رجل، ولتكن الشجة مثلا 5 سنتيمتر وهذا رأسه صغير، ستكون هذه 5 تستوعب ما بين القرنين، قرن هذا قرن وهذا قرن، إلى أطراف الرأس قرنان هنا وهنا اسمه قرنان. نعم، فالشجة هذه ملأت ما بين القرنين، فإذا أردنا أن نشجه مقابلها ما الذي يحصل؟ هذا رأسه أكبر فتكون صغيرة وهي 5 سنتيمتر ولا يجوز أن نزيد. طيب إذن ماذا نفعل هنا؟ فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته 5 سنتيمتر نفس الشق الذي الشج الذي شججتني، أو يأخذ الأرش. إن شاء اقتص بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء، وإن شاء أخذ الأرش. ولا قصاص في اللسان. يقول إذا شجه بسبب الشتم، يعني وشتمني فلا شتمك يعني اشتمه، طبعا لا نقول لك اشتمه، نعم نحن يعني نترفع عن مثل هذا، ولكن تبدأ تضربه تقتله. ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إذا قطع. نعم، هناك عند أبي يوسف يقول يعني يجب القصاص لأنه يمكن المساواة في هذا.
قل إلا أن تقطع الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، فإذا قطعت هذه يمكن يعني معرفة مقدارها. وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال كثيرا كان قليلا كان وكثيرا. بينهم قطع يده وقطع رجله وقتله ثم اصطلحوا أولياء الدم، إما الحي الذي أصيب يسقط حقه خلاص، أو لا لا يسقط حقه، أريد تعطيني الآن $1,000,000 له ذلك، لو قالك قليلا كان أو كثيرا لأنه صلح، ما دام صلح هو لا يتكلم عن العاقلة، إذا قال الدية وكذا فالدية محددة، أما الاصطلاح فيكون بينهما على حسب المبلغ المسمى. فإن عفى أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية. انتبهوا جيدا لهذا، فهذا مهم جدا. يعني قتل رجلا له أولاد بعضهم غير بالغ صغار، فهؤلاء لا رأي لهم، ننتظر، ولذلك يحبس في السجن، يحبس في السجن 3 سنوات حتى يبلغ الصغير منهم. الصغير الآن بلغ، إن طالب بالقصاص والجميع طالبوا بالقصاص خلاص ينفذ القصاص. إن عفى بعضهم، إن عفى بعضهم سقط يعني هنا، فإن عفى أحد الشركاء من الدم أو صالح على من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية. كما قلنا عدد من الورثة، بعضهم قال لا أنا أريد مالا، أو صالح ادفعوا لي ولا أسقط حقي من الدعوة، بمجرد مصالحة أحد الأطراف سقط القصاص لا يتجزأ، عند ذلك الباقون جميعا يأخذون المال. يعني هذا الشرع شرعه الله سبحانه وتعالى، هناك عادات قبلية شيطانية موجودة، بعضهم عنده عيب يعني ويعيرون به، يقول شربت دما إلا ما أروح، يعني كيف شربت دما أو أكلت الدما، يعني إذا أكل الدية يعني كأنه أكل دم ميته. لا، الشريعة هذا، والمصريون يعني عندهم عادات عجيبة غريبة، يعني حتى يتم العفو مع رفع الرأس للفريق الثاني ويقبل الدية، ماذا يفعل؟ يأتي بالكفن، العادات الاجتماعية في الصعيد، يأتي بالكفن يحمله على رأسه ويدخل إلى هؤلاء الناس أمام محضر كبير من الناس الذين يحضرون ويقول تفضلوا هذا الكفن وأنا جاهز للموت. فلهم أن ينفذوا القتل فيه لأنه جاءهم وهم أولياء الدم، ولهم أن يعفوا أو يقبلون الصلح. نعم، لكن المراد به إذلال الطرف القاتل، هذا لا يخالف الشريعة، هذا الفعل لا يخالف الشريعة، لكن أن يعير إذا ما أخذ الدية لا، هذا ليس من حقهم. قال وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم، جماعة قتلوا شخصا عمدا اقتص من الجميع، يعني كما في الأثر عن سيدنا عمر حينما قتل رجل في اليمن قتلوا جماعة فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. نعم، وإذا قتل واحد جماعة، واحد الآن بالرشاش قتل عددا من الناس، فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك، حضروا جميعا يقتل، يقتل ولا شيء لهم غير ذلك. فإن حضر واحد قتل به وسقط حق الباقين، جاء واحد منهم طالب بالقصاص يمكن أن يقتص به ويسقط حق الباقين، ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص، وجب على القصاص فمات، نقول الآن تحول الدية لا خلاص قصاص ذهب، سقط ذهب المحل. وإذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص على واحد منهما، رجلان قطع يد رجل واحد فلا قصاص على واحد منهما، لأن كل واحد قاطع بعض اليد وليس كل اليد، وهنا حصل الشبهة، فنتحول بعد ذلك إلى يعني إلى
العوض وهو يعني الدية الأرش يعني، ويجب عليهما الدية نصف الدية، ويجب عليهما نصف الدية. نعم، لأنه أصلا دية اليد نصف الدية، اليد فيها نصف الدية. نعم، وإذا قطع واحد يميني رجلين فحضر فلهما أن يقطع يده ويأخذ منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين، وإن حضر واحد منهما فقطع يده فالآخر عليه نصف الدية. الآن قطع واحد يميني رجلين فحضر معا فلهما أن يقطع يده ويأخذ نصف الدية ويقتسمان نصفين، لأنه قطع يمينين. وإن حضر واحد منهما فقطع يده، واحد منهم حضر فقطع يده، فالآخر عليه نصف الدية. لماذا؟ لأنه حقه مشترك فيها. وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود، عبد أقر بأنه قتل عمدا لزمه القود. نعم، لأن هنا يقول لا تهمة في الإقرار لأنه أقر بالدم يعني سيقتل. ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فمات فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته. دعك من السهم، الرصاص، والرصاص بعض الأسلحة يمكن أن تنفذ من شخص إلى شخص، هذا جربته في الصيد حينما كنت صيادا، بقي في النفس شيء من الصيد لكن ما عاد أمارسه منذ زمن بعيد. أحيانا في مهارة معينة بطلقة واحدة كنت يعني أجمع طيرين معا فتخترق الأول ثم الثاني، لو هذا لو حصل لا سمح الله في البشر، الأول عليه القصاص لأنه صوب على عمد قتل عمد عدوان، أما الثاني فالدية على عاقلته لأنه ما قصد قتله، فالدية على عاقلته. ثم ننتقل إلى كتاب الديات لارتباطه بهذا، وهو مرتبط جدا بهذا الأمر، فيعني فكأنهما باب واحد. قال وإذا قتل رجلا شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة. دية مغلظة ستأتي، وشبه عمد شرحناه وعليه كفارة. ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف 100 من الإبل أرباعا، هذه دية شبه العمد وهي الدية المغلظة، فضوها 100 من الإبل أرباعا، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة، على حسب السنوات. وكلمة بنت لبون وبنت مخاض وجذعة وحقة شرحناها في وقت الزكاة فلا داعي للإعادة، يمكن ترجع إليها في ثانية واحدة، يعني أسنان سنتين ثلاث أربع سنوات وهكذا. نعم، فإذا هذه الدية المغلظة. يقول كم تكون على الدولار حاليا؟ ما أدري، تذهب إلى سوق الإبل وترى. طبعا ليس المراد به الإبل الغالية جدا، هذه التي يتباهون فيها ويتسابق فيها الملوك والأمراء، وقيمة الواحد منها ربما ملايين دولارات، لا نتكلم عن هذه، نتكلم إبل عادية. نعم، ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة، التغليظ يعني الزيادة تكون في الإبل. فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ، لأنه عندنا ستأتي أحيانا دية من غير الإبل فهذه لا تتغلظ. وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة، قتل الخطأ تجب به الدية على من؟ على العاقلة. والكفارة على القاتل، والدية في الخطأ الآن يذكرها أخماس 100 من الإبل أخماسا، 20 بنت مخاض و20 بنت مخاض ابن مخاض من الخطأ، 20 عفوا أخماسا 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض، لأن قيمته قد تختلف، طبعا بلا شك أرخص من الأولى، و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، ف
فهذه أخماس تقسم على الشكل الآتي، على الشكل الذي أتى. ومن العين الآن هو البديل، من العين الذهب يعني، كم ندفع دية؟ 1000 دينار، دينار حوالي تقريبا 4 غرامات وربع، يعني 1000 دينار يعني 4 كيلو غرام وربع، يعني حوالي 300,000 دولار، مبلغ كبير. 1000 دينار، هذا الإنسان غالي جدا، ليس رخيصا. ومن الورق 10,000 درهم، 10,000 درهم، لا أرخص، كانت 10,000 درهم تساوي 1000 دينار، الآن هي أقل بكثير. ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع عند أبي حنيفة عند الإمام الأعظم، واحد من الثلاثة، إما الإبل وإما الذهب وإما الفضة. وقال أبو يوسف ومحمد منها ومن البقر، يعني وسعى المسألة فجعلها حتى في البقر، 200 بقرة، 200 بقرة، أو 200 بقرة ربما تكون أكثر من الإبل هذا. ومن الإبل 1000 شاة، 1000 رأس غنم. ومن الحلل 100 حلة، كل حلة ثوبان، يعني الحلة الطقم الكامل باللغة المحكية اليوم، يعني بدلة كاملة، قميص وسترة وبنطلون مثلا، أو كنت مثلا من أهل الجزيرة العربية، الحلة هي هذا القميص الذي يسمى الجلابية والجلباب الدشداش أو العباءة مثلا، وهكذا يعني المراد به ثياب كاملة، ثوبان. ومن الحلل 100 حلة، كل حلة ثوبان، العرب تسمي كل قطعة واحدة تسميها ثوب. ودية المسلم والذمي سواء، نعم. وفي النفس الدية، الآن إذا ما قطع، قتل إنسان أو قطع عضوا كاملا، تفصيل الأحكام. في النفس الدية، يعني قتل إنسانا كاملا ففي الدية. وفي المارن، يعني الأنف هذا اللين منه، فيه الدية كاملة، نعم، يعني فوت الجمال وفوت الماء، يعني صار منظره قبيحا. وفي اللسان الدية، قلنا يعني لا قصاص ولكن فيه الدية كاملة، نعم. وفي الذكر الدية أيضا كاملة. وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية، يعني إذا أذهب عقل إنسان، انظروا كان الإنسان يعني بدون عقل كأنه غير موجود، يعني فتدفع ديته كاملة. وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية، نعم، إذا اللحية لاحظ كم هي محترمة عند المسلمين وعلمائهم، لكن ليس المراد به أنها هي الأصل وأن الدين هو اللحية طويلة، لا، لكننا يقول يعني جناية جنى على لحيته مثلا، كان أحرقه بالنار مثلا على لحيته فاحترقت ولم ينبت الشعر، فهنا الدية. وفي رأس الشعر الدية أيضا. وفي الحاجبين الدية، وفي العينين الدية، يعني أذهب عينيه، أذهب حاجبيه، دية كاملة. وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأنثيين الدية، الخصيتان يعني، وفي ثديي المرأة الدية، وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية، الأشياء تثنى يعني نصف الدية، إذا أذهبت واحدا منها، كان أذهب ثدي امرأة أو أذهب عين إنسان وهكذا. وفي أشفار العينين الدية، وفي أحدهما ربع الدية، أشفار العين فيهما كاملة ذهب حتى المنفعة، لكن لو أذهب واحدة يعني فيها ربع الدية، كل هذا مبني على آثار ليس بالاجتهاد، فانتبهوا جيدا. وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، وكل إصبع عشر الدية، يعني معناها إذا ما أردت أن تقتل إنسانا، طبعا ليس نصيحة القتل، القتل جريمة ومن أعظم الكبائر، فاقتله دفعة واحدة أهون من أن تقطعه أعضاء، لأنه لو قطع ذهبت يده هذه فيها نصف الدية، وأذهبت عينيه هذه دية ونصف، وأذهبت هكذا أنفه فدية أخرى، فانتبه جيدا.
لكن طبعا في تفصيل سياتي، اتكلم هكذا هنا يعني على سبيل الدعابه والمزح. في لابد يعني لن تصل الى هناك حد معين سنقف عنده وسناتي الى هذا. قال: وفي كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عشر ديه، والاصابع كلها سواء، وكل اصبع فيها ثلاثه مفاصل، ففي احدها ثلث ديه الاصبع، وما فيه مفصلان كالابهام ففيه نصف ديه الاصبع. وفي كل سن خمس من الابل، يعني اذهبت انسان كامل، الله اعانك الله، في كل سن خمس من الابل. والاسنان والاضراس كلها سواء، ومن ضرب عضوا فاذهب منفعته ففيه دية كاملة. يعني عطلت اليد مثلا، تحولت الى شلال فيها دية كاملة، عطلت العين هكذا. كما لو قطعه كاليد اذا شلت، والعين اذا ذهب ضوءها. ثم انتقل الى الشجاج، وهي ايضا الجروح، وهكذا ايضا متصل بعضه ببعض. والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة. طبعا هذه كلها كلمات عربية فصيحة. فالشجاج الشق الذي يكون في الوجه والرأس، هذه الشجاج شق يكون في وجه والرأس، لكن لها انواع تفصيلات. الحارصة يقول تحرس الجلد، تخدش الجلد، يعني هذه خفيفة هذه. والدامعة تظهر الدم كالدمع ولا تسيله، يعني جرح بسيط، يعني كأنه وصل أدمة، يعني ظهر الدم لكن لم يسل. والدامية التي جرحه فسال الدم. والباضعة تبضع اللحم، أي تقطع اللحم. والمتلاحمة تأخذ في اللحم ولا تبلغ السمحاق، يعني لا تصل العظم. والسمحاق تصل السمحاق، وهي جلدة رقيقة بين اللحم والعظم. والموضحة التي تصل العظم، توضحه وتظهره. نعم، فهذه الشجاج ذكرت الآن. والهاشمة تهشم العظم، تكسر العظم. والمنقلة وهي تنقل العظم عن موضعه، تحول عظم من مكان إلى مكان. والآمة، الآمة هذه تصل إلى أم الدماغ، إلى في يعني جلدة الدماغ. نعم. ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا. الآن يأتي إلى عقوباتها. الموضحة فيها القصاص إذا كان عمدا، ولا قصاص في بقية الشجاج، ليس فيها الشجاج البقية المذكورة ليس فيها القصاص. وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل. ننتبه إلى حكومة العدل، هذه ربما تمر على الفقه كثيرا، لكن الآن مشكلة، لأنه أصلا لا يمكن، لا يوجد عندنا مماليك أن يقوم مملوكا، أن يقوم مملوكا بغير هذا الأثر ثم معه. فقدر التفاوت بين الثمنين يعني إيش؟ نأتي بعبد كم قيمته، ولتكن 100,000، عابه بعيب، بقطع أو بجرح أو بهذه الأشياء الشجاج، لكن لم يصل إلى ما نص عليه الشارع. نص عليه الشارع اليد مثلا فيها الدية، الأنف فيها الدية، العين نصف الدية، العينان دية كاملة، وصل إلى أمر دون من هذه الأشياء المذكورة. فنأتي بعبد سليم وعبد آخر معيب ونطرح الفرق، فهذا اسمه حكومة عدل. إذا سمعت كلمة حكومة عدل فالفرق بين عبد سليم وعبد معيب، هذا معناها في الفقه. نعم. قال: وفي الموضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدية، وفي الهاشمة عشر الدية. نعم، هذا مقدر. وفي الهاشمة وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية، وفي الآمة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. فإن نفذت فهي جائفتان، إذا دخلت أكثر فهما جائفتان ففيما ثلث الدية. وفي أصابع اليد نصف الدية، وإن قطعها مع الكف ففيها نصف الدية، وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية، وفي الزيادة حكومة عدل. إذن ما قدر ففيه الدية، والزيادة هذه فيها حكومة عدل وقد شرحناها. وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل. وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل. نعم.
إذا لم تعلم صحته أي صحة ذلك العضو، يعني بنظر في العين وحركة في الذكر، يعني لا نعلم أنه صحيح، فهنا حكومة عدل لأن المنفعة لا نعلمها. طيب، ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية، يعني دخل الأدنى في الأعلى، وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية. ومن قطع إصبع رجل فشلت إحدى أخرى إلى جانبها ففيها الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة. يعني قطع إصبع رجل فشلت ففيهما الأرش. عند الصاحبين القصاص في الأولى والأرش في الأخرى. نعم. ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة. هنا تعافى، يعني ذهب الجرح والتأمت الجراحة ولا أثر ونبت الشعر فسقط الأرش عند أبي حنيفة. نعم. وقال أبو يوسف عليه أرش الألم، ألمه. فنعم. وقال محمد عليه وجرة الطبيب، جيد هذا وبه الآن عليه العمل قول الإمام محمد. ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ، جرحه ننتظر حتى يعافى. نعم. ومن قطع يد رجل خطأ أو من قطع يد رجل خطأ ثم قتله خطأ قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد. ماذا فعل الآن؟ قطع يده ثم قتله خطأ بعد أن برئ فعليه الدية يعني دخل الأدنى في الأعلى. وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل. هذا قاعدة. كل عمد سقط فيه القصاص بشبهة نتحول بعد القصاص إلى الدية في لكنها من مال القاتل. وكل أرش وجب بالصلح أو الإقرار فهو من مال القاتل، فهو في مال القاتل. أرش وجب بالصلح يعني تصالحا أو أقر على نفسه فهو في مال القاتل. وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في 3 سنين. قتل الأب ابنه عمدا، قلنا لا قصاص، فالدية في ماله لكن على 3 سنين. قد يقول لي قائل طيب المال أين يذهب؟ إلى ورثة عدا القاتل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل. نعم. وكل جناية اعترف فيها وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته. اعترف فالجناية في ماله هو ليس على العاقلة، لأنه ربما يورطهم في أمر ويدفعون، فالإقرار حجة قاصرة كما قلنا. وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة. انتبهوا للقاعدة هذه، قاعدة جميلة في الفقه الإسلامي. تقول عمد الصبي خطأ، يعني الطفل الصغير غير المميز إذا حمل السلاح وأطلق الرصاص فعمده خطأ، الدية مباشرة ما في قصاص. نعم. ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته. حفر في الطريق أو وضع الحجر فتلف إنسان، الدية على العاقلة. وإن تلف فيها بهيمة فضمانها في ماله، سقط فيها حيوان بهيمة في ماله. وإن أشرع في الطريق خشبا أو روشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته. شرع أشرع في الطريق خشب للأمام أو روشن، الروشن هذا يعني مثل مظلة توضع أمام من يعني السقف يمتد قليلا، موجود في بيوت كثيرة السقف يمتد كثيرا يمتد قليلا ليغطي حتى يظلل الناس، يسمونها الروشن يقولونها فارسية، أو الميزاب هذا اللي ينزل في الماء. فسقط على إنسان فعاطب فدي على عاقلته، ليس عامدا، فسقط هذا على إنسان فقتله أدي على عاقلة، يعني يلحق بالخطأ فهو خطأ أصلا. ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر يعني عندنا تقول لأن هذا متسبب والمتسبب ليس بقاتل. قاعدة الفقهية تقول إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر،
إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر، فهنا لا كفارة عليه لأنه لم يقتل. ومن حفر بئرا في ملكه فعطب بها إنسان لم يضمن، ما دام هي أرضي ما الذي أدخلك إليها؟ والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابته بيدها أو كدمت، الراكب يضمن ما تطاه الدابة للسيارة مثلا تحت يدك، فأنت تضمن ما كل ما أتلفت يعني، وما أصابته بيدها أو كدمت، ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها، يعني هكذا نفحت يعني ليس بسبب فعله هو، أو حركت ذنبها فأصابت شيئا، لا يضمن هذا. نعم. فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن روث الحيوان هذا، لأن هذا يعني في أيامهم موجود عادة يعني، وأيضا الحيوان يفعل هذا في الطريق يعني، فهذا يعني لا علاقة لا, لا, لا يضمن. نعم. لأن هذا ضرورة في أيام كما قلنا. والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها، السائق الذي يقودها ضامن لما تصيب بيدها أو رجلها، والقائد الذي يجرها ضامن لما أصابت بيديها دون رجليها لأنه من الأمام يعني. نعم. الله. يقول كدمت يعني كدمه يعني جرحه أو رضه أو هكذا إصابة تكون في الجسم يعني. ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ، يقود قطار من الإبل فهو ضامن لما ضمن لما وطئ، كل ما يتعسه القطار فهذا في ضمان القائد للقطار. فإن كان معه سائق فالضمان عليهما، في شخص يعاون واحد يسوق الثاني يقود، الذي يسوق من الخلف والذي يقود من الأمام، فالضمان عليهما معا. وإن جنى العبد جناية خطأ قيل للمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه، فإن دفعه ملكه ولي الجناية، العبد جنى فيقال لصاحبه إما أن تدفعه لنا أو تدفع الفداء، فإن دفعه ملكه ولي الجناية، إن دفعه لهم صاحب الجناية ملك هذا العبد. وإن فداه فداه بأرشها، إذا فداه يعني كم القيمة المتحتمة التي على العبد تعيبت بسبب العبد فيدفع هذا مالكه. فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى كالأولى. فإن جنى جنايتين قيل إما أن تدفعه إلى وليي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما، وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما. جنى جنايتين يعني حق لأكثر من شخص، نفس الشيء إما أن يدفعه الاثنين أو أن يفديه، يدفع للاثنين ما كل ما كل من له على قدر حقه. وإن اعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها، قال أنت حر فاعتقه ولا يعلم أنه جنى، هنا يضمن الأقل، الجناية مثلا كانت 100,000 وقيمة العبد 50,000، يضمن الأقل أو العكس أيضا يضمن الأقل. وإن باعه المولى أو اعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش، باعه وهو يعلم بالجناية إذن عليه الأرش يدفع المال. وإن جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها، أم الولد أو المدبر إذا جنى فيضمن الأقل من القيمة أو من الجناية أرش الجناية. فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي أولى بقضاء فلا شيء عليه، جنى جناية ثانية وكان قد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بالقضاء يعني بعد أن حكم القاضي فلا شيء عليه، ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ. الآن جنى أول جناية والقاضي قضى له، فهنا لا شيء على مالكه، ولكن ولي الجناية الثانية صاحبها يشارك المجني عليه الأول وليها ولي الجناية فيشارك فيما أخذ. وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار، دفع القيمة من غير قضاء القاضي فالولي بالخيار، إن شاء اتبع المولى أو شاء
وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى. وإذا مال الحائض إلى طريق المسلمين فطولب صالح صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال. الجدار يريد أن ينقض، أو تقرير البلدية لهذا البناء: يا جماعة بناءكم هذا المائل سيؤذي، فعليكم أن تنقضوه. هنا طولب وأشهد عليه، اشهدوا يا فلان وفلان، فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه فيها، يعني يحتاج مثلا إلى أسبوع، فمضى أسبوع ولم ينقضه، ثم سقط يضمن ما يتلف فيه من مال أو نفس. ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي. لاحظ الفقه الحضاري عند المسلمين، ليس فقط المسلمين، الذمي يستطيع أن يقاضيه ويقول يجب عليه أن يهدم. فإذا قلنا في طريق المسلمين المراد في طريق الناس يعني هنا. وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة، مال إلى دار شخص فصاحب الدار هو ولي المطالبة. وإذا اصطدم فارسان فمات فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. الآن فارسان قد اصطدما، كل منهما قتل الآخر، فكل واحد منهما على عاقلته دية الآخر، آخر يتبادل الآن وينتهي الأمر. نعم. وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على 10,000 درهم. قتل رجل عبدا خطأ فعليه القيمة ولا تزيد عن 10,000 درهم، فإن كانت قيمته 10,000 درهم فأكثر قضي عليه ب10,000 إلا 10، هكذا حتى تكون أقل. وفي الأمة إذا زادت قيمته على الدية تجب 5,000 إلا 10. وفي يد العبد نصف قيمته فلا يزال على 5,000 إلا 5. طيب. وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد. العبد الحر بالدية، العبد بالقيمة، قيمة الشرائية كما قلنا بحكومة عدل. وإذا ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة وهي نصف عشر الدية. فضل القاعدة، الغرة ما هي؟ نصف عشر الدية. ضرب بطن امرأة فألقت الجنين ميتا فعليه غرة. أما إذا ألقته حيا، فإن ألقته حيا ثم مات يسمونه إيش؟ استهل، يعني رفع صوته يبكي يعني حي، فعليه الدية كاملة، فعليه دية كاملة. وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة. قتل الجنين، مات الجنين ثم ماتت الأم، دية وغرة. وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء عليه في الجنين، لأنه التابع تابع. وما يجب في الجنين موروث عنه لمن لورثته، يعني هذا الدية لمن يرثه. وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته إن كان أنثى، كل ذلك يتبع الآثار. جنين الأمة إذا كان ذكر نصف العشر، وعشر إذا كان حيا، وعشر ذكر حيا، وعشر قيمته إذا كان أنثى. ولا كفارة في الجنين، لا يصوم الكفارة أو يكفر بالفداء وكذا، ستأتي الكفارة الآن وهي الآن. والكفارة في شف العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة. ما هي الكفارة؟ لو قلنا عليه كفارة في شف العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة، يعتق رقبة مؤمنة لا محالة هنا للنص. فإن لم يجد، على الترتيب طبعا، أول العتق، لأن لا يوجد عتق يتحول إلى الثاني. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يجزئ فيها الإطعام. باب القسامة، وأيضا مرتبط بالجنايات، وهي وضعها أهون، ويعني الآن يعني هي من أحكام الفقه الإسلامي. وهي ماذا؟ وإذا وجد قتيل في محلة ولا يعلم من قتله، استحلف 50 رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. قتل في محلة لا نعلم القاتل، لا نعلم من قتله، فيستحلف 50 رجلا كل واحد يحلف اليمين، يتخيرهم الولي لأنه قد يشك هذا، والله هؤلاء كان يعادي فلان وفلان، فيأتي يختار منهم هؤلاء
فكل واحد يحلف أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فإن حلفوا جميعا قضي على أهل المحلة بالدية. كلهم حلف، أهل هذه المحلة الحي عليهم الدية، تسمى هذه القسامة من أقسام الأيمان يعني. ولا يستحلف الولي ولا يقضى له بالجناية، يعني لا يستحلف هو، هم يحلفون. هكذا الشرع جاء في الرجل الذي قتله على ما أذكر في السنة اليهود، أو قتل في حي اليهود، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بهذا، ولا يقضى له بالجناية باليمين يعني. وإن أبى واحد منهم حبس حتى يحلف، واحد رفض يحبس حتى يحلف. وإن لم يكن الأهل المحلة 50 كورنر دائمًا، عدد الولايات فيه 50، لابد من 50 يمين، يختار أشخاص آخرين فيحلفون على عدد الأيمان، لأنه نص إلى 50 يمين. كررت الأيمان عليهم حتى تتم 50 يمينا. ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد، هؤلاء لا يحلفون. وإذا وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية، وجدنا إنسان قد مات ولكن ليس في أثر قتل، فهذا لا قسامة ولا دية، ربما مات هكذا يعني موتا طبيعيا. وإذا كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه، وكذلك إذا كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه، يعني هذه سيلان الدم من هذه الأماكن ربما يكون لعلة في داخلية، أو يعني رعاف بسبب ارتفاع الضغط أو شيء من هذا، لكن انتبهوا جيدا، هنا الطبيب الشرعي يمكن أن يتدخل في هذا. الطبيب الشرعي وإذا قرر، يعني الفقه لا يمنع من هذا، قرر أن هذا قد مات باختناق أو بغاز أو بشيء من هذا، عند ذلك يعني القسامة تكون هنا. وكذلك إذا كان الدم يخرج من عينه أو من أذنه فهو قتيل. وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة، دابة يسوقها رجل عليها القتيل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة، دون أهل هذا المكان. وإذا وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته، وجدناه في دار إنسان فالدية يقسم هو الذي يحلف والدية على العاقلة، على عاقلة هذا صاحب هذه الدار. ولا يدخل السكان في القسام في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة، يعني السكان لا يدخلون مع الملاك، يعني إذا كان مستأجر وعندي مالك ف أو يعني قد يكون معار أو هكذا، العبرة بالمالك. وهي على أهل الخطة، القسامة على أهل الخطة مخطوطة للبناء يعني ما رسم، دون المشترين ولو بقي منهم واحد، يعني كل من له مخصص هكذا. وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين، قتيل في السفينة فكل من في السفينة يحلف حتى نصل إلى 50. وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها، في مسجد الحي فأهل الحي يحلفون. وإن وجد في الجامع أو في الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال، مكان عام أو في الشارع الأعظم الذي لكل الأحياء فهذا الدية على بيت المال ولا قسامة، المرض في محلة صغيرة حتى تكون القسامة. وإن وجد في برية، في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر، في البيداء فهذا هدر. وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما، القسامة على الأقرب. وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر، ربما غرق يعني. وفإن كان محتبسا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان، حبس بالشاطئ يعني الشاطئ يحبسه ووضعه في مكان فهو على أقرب القرى لهذا المكان. وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم، ادعى فلان هو القاتل الكل يقسم ويكون أحد واحد من يحلف وإذا طلبه للحلف. وإن دعا على واحد من غيرهم سقطت عنهم، قال لا قتل غريمي، قتل ميتي شخص من خارج هذا الحي، من هذا خارج الحي، إذا هؤلاء لا يقسموا لا يحلفون. وإذا قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله ما قتلته ولا عرفت له قاتلا غير فلان،
قال القاتل فلان يستحلف، يقول والله ما قتلته ولا عرفت له قاتل إلا الذي ذكر اسمه. وإن شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما. اثنان من أهل المحلة على رجل من غيره أنه قتلهم، هنا فيها تهمة الشهادة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يرفعوا الأمر عن محلتهم. كتاب المعاقل يعني الديات هذه، وأيضا مرتبطة مع الإش يعني يصدروا علينا أمرنا لله تعالى. قال كتاب المعاقل حتى يتصل موضوع بعضه ببعض. الدية في شبه العمد والخطأ، وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة. قد شرحنا هذا، لكن الآن نتكلم عن العقل. من يعقل؟ من هم العاقلة؟ وكل دية وجبت بنفس القتل فهي على العاقلة، فالمخطئ معذور، والذي تولى شبه العمد أيضا. أما من كان قاصدا القتل فهذا يعني ليس على العاقلة. وكل دية وجبت بنفس القتل، يعني فرق بين بنفس القتل وبين القاتل، إذا وجدت مقصودة يعني القاتل قصده فهذا بحث آخر. وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة، والعاقلة أهل الديوان، يعني في الزمان الماضي سيدنا عمر دون الدواوين، الجيش مثلا هؤلاء أهل وظيفة واحدة سموا في مكان معين. نعم. والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان، يعني أقول أنا بالنسبة لي لم يعد هناك ديوان، أقول لا مانع شرعي من أن تكون على النقابات الآن. قل نقابة المعلمين، نقابة الأطباء، وهذه أعداد كبيرة جدا من الناس، فلو فرض عليهم كل واحد مبلغ يسير من المال يكون هذا أهون، فهذا في حكم الديوان يعني، فلا إشكال في هذا. إذا قلنا خاصة بعض الناس يقول لا يوجد عصبات، أقرباء أولاد عمومة في الزمان الماضي كالعشائر لا يوجد في بعض البلاد، فهؤلاء يعني هذه يأخذون حكم أهل الديوان. إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في 3 سنين، أيضا على 3 سنوات، يعني يقتسم أشياء معينة تقسم هكذا. فإن خرجت العطايا في أكثر من 3 سنين أو أقل أخذت منها، إذن تؤخذ من هذا من عطايا هؤلاء من رواتب يعني. وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. إذن العاقلة هي القبيلة، إذا لم يكن مثلا موظفا أو يتبع ديوان معين أو نقابة معينة. أنا قلت نقابة من عندي، هذا ليس هذا الشيء جديد، وهو أمر حسن لا إشكال فيه. تقسط عليهم في 3 سنين، لا يزاد الواحد على 4 دراهم في كل سنة، درهم ودانقان، وينقص منها، يعني تكون شيء مبلغ بسيط، 4 دراهم يعني مبلغ تقريبا حوالي 12 غرام من الفضة. نعم. فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل، ضم إليهم أقرب القبائل إليهم من غيرهم. ويدخل قبيلة صغيرة فأقرب قبيلة إليهم هكذا، ويدخل مع والقاتل مع العاقلة، فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم. إذا قتل خطأ طبعا أو هذا شبه عمد، فهذا يدخل كأنه واحد منهم يعني. وعاقلة العبد المعتق قبيلة مولاه، ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته. في باب الموالاة شرحنا معنى مولى الموالاة، حينما يكون ولاء بينهما فيعقل عنه مولاه وقبيلته. ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، وتتحمل نصف عشر الدية فصاعدا. إذن نصف عشر الدية فصاعدا تتحمله، أما إذا كان شيء قليل أقل من نصف عشر الدية فهذا ليس على العاقلة، إنما هو في ماله. وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني كما قلنا. ولا تعقل العاقلة جناية العبد والعمد والعبد، هو معتدي عبد عدوان، هم لا يتحملون، هم رضوا وأحبوا المساعدة، هذا شأنهم، لكن لا يجبرهم القاضي على هذا. ولا تعقل الجناية
ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه، لابد أن يصدقوه في هذه الجناية حتى تعقل عنه. نعم، كما قلنا مرارا الإقرار حجة قاصرة. نعم، ولا تعقل ما لزم بالصلح، تصالح الفريقان هو وليد الدم على أن يدفع لهم مالا، فالعاقل لا علاقة له بهذا. وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته، الحر جنى الحر على العبد جناية خطأ أيضا على العاقلة. وإذا لم يكن للعاقل القاتل عاقلة فالدية في بيت المال، لاحظ لا يهدر دم مسلم في، وهذا من عدل الإسلام، ما في أحد ولا في عاقلة إذا على بيت المال. الحدود يعني أيضا من الجنايات لكن لها موضوع آخر فنرجوها، خاصة أطلنا عليكم كثيرا، يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونفسح مجالا للأسئلة، وحياكم الله وبياكم.